بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم طلابي الأعزاء في درس جديد تابع لشركة تطوير في خدمة الدروس، لنتناقش سويا حول موضوع معنى الطاغوت الذي تقدمه لكم الأستاذة نورة. استمع عزيزي الطالب للآيات التالية وأجب على السؤال. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يطلب الله سبحانه وتعالى من المشركين الذين كانوا يشركون معه باتخاذ الآلهة والأصنام وغيرها من معبودات الله، فيقول: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي كذبا وافتراء، ادعوهم لينصرونكم ويبعدونكم عن عذابي. هم يدعونهم لكن هذه المعبودات لا تستجيب لهم، فيجعل الله تعالى مكانه في النار جزاء بما فعلوا في الدنيا، وهي الموبقة والعياذ بالله. من خلال الآيات السابقة استنتج الطلب الذي طلبه الله تعالى من المشركين، ما هو هذا الطلب؟ فكروا. أحسنتم، أن يأتوا بمعبوداتهم التي عبدوها من دون الله تعالى، وهي الطواغيت. فما تعريف الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو رب. إذن تعريف الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. نتعرف سويا على أمثلة للطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى. المثال الأول: الشيطان أعاذنا الله منه. الثاني: من ادعى علم الغيب، مثل الكاهن والساحر والعراف المنجمين، هؤلاء يدعون علم الغيب فهم من الطواغيت. أيضا: من أشرك مع الله سبحانه وتعالى، فكل من اتخذ شريك مع الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا الشريك من الطواغيت. تعرفنا في درس معنى الطاغوت على تعريف الطاغوت وأمثلة للطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى.